صابرا نسألك دعاء مستجابا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفساراتكم الدينية والشرعية والاجتماعية على هواتف البرنامج، والتي تظهر تباعا بالنسبة للمكالمات المحلية على 600-551-600، وبالنسبة للمكالمات الدولية على 0-971-600-551-616، وعلى بريد البرنامج fatawa@smc.ae. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك التوفيق والسداد في القول والعمل والفكر والرأي، ونسألك يا ربنا أن توفقنا لما فيه خير الدنيا والآخرة. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، إنك على كل شيء قدير. حتى ترد أسئلتكم المفضلة والمختارة، أتحدث في بداية هذا اللقاء عن موسم جديد من المواسم العظيمة التي شرعها الله جل وعلا لعباده، ألا وهو موسم الحج الأكبر، أو الحج، موسم الحج الذي هو ركن الإسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. والله جل وعلا قد فرض حج البيت في العمر مرة واحدة. قال سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولذلك لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الحج، حينما بين النبي عليه الصلاة والسلام وجوب الحج، قال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي عليه الصلاة والسلام حتى كررها مرارا، والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت، ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم اختلافهم على أنبيائهم، أو كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، لو قلت نعم لوجبت. ولذلك من فضل الله جل وعلا على عباده أن شرع لهم الحج في العمر مرة واحدة. نعم. طيب، نأخذ من بلجيكا أم أشرف. تفضلي أختي أم أشرف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ، نطلب منك أحد السؤال. تفضل. والدة متوفية وبغيت نعمل عليها عمرة، وأنا دوزت الحجة ديالي والعمرة معهن، وبغيت نعمل عليها عمرة، واش العمرة أخا تمكن قبل ما نحج عليها؟ واش دايزة؟ نعم. أنت تذهبين يا أم أشرف، أنت تذهبين للعمرة؟ على الوليدة، أنا حجيت الله يتقبل، دخلت بالحجة والعمرة بالتمتع. إيه؟ واش يمكن لي نمشي عليها من هنا العمرة؟ ماشي في رمضان ما نقدرش، شوية الحالة القضاء، بغيت نمشي في العمرة عليها، نعمل عليها العمرة. طيب أختي ما شاء الله، لأن في وقت الحج شوية أنا تعبانة، وانت كتعرف ما كاينش الثقة باش تعطي شي واحد يمشي. دابا كنسق في سيادتك كيفاش الحل؟ نعم. أو لا صدقة جارية، شنو لو صدقة جارية ولا العمر؟ بغي نعمل شي حاجة في عمري، إن الوالدة يا شيخ. هي اعتمرت وحجت قبل ولا لا؟ لا، عمرها ما عرفت، كانت مريضة وكانت غنصيفها ومرضت، ما قدرتش تمشي وما حجت. نعم، لا عمرها ما حجت، أنا حجيت. طيب أختي ما أشرف، أبشر أجاوبك إن شاء الله. وشكرا. اهلا وسهلا. شكرا يا شيخ، ونهارك سعيد. الله يبارك فيك، ربي يصحى وطول العمر ويخليك براكه للعباد يا رب. جزاك الله خير، شكرا جزيلا. سلام. تفضل. نعم. طيب، الاخت ام اشرف بارك الله فيها من بلجيكا تقول بان والدتها توفيت، وهي تريد ان تعمل لها عمره وتعمل لها ختمتين قبل ان تحج عنها، ويتسال ايهما افضل، العمره ام الصدقه الجاريه. أختي أم أشرف، أسأل الله تعالى أن يرحم والدتك وأن يسكنها فسيح جناته. بالنسبة للوالدة،
ما دام أنها لم تحج، أنا سألت قلت لك حجت ولا لم تحج، قلت لم تحج أبدا. الأفضل أخت الفاضلة أن تسير لها حج وعمرة، هذا هو الأفضل، أن تسير لها حج وعمرة، لأن الحج أوجب من العمرة. الحج ركن الإسلام، الحج هو الفريضة العظيمة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال بني الإسلام على خمس وذكر منها الحج، والحمد لله مع الحج يكون عمرة، فأنت تحصلين خيرين وأجرين وفضيلتين، الأولى الحج والثانية العمرة. فإذا أردت أن تبعثي أحد يحج عنها قولي له حج التمتع أو حج القران، ويذبح ذبيحة في مكة، هناك يسمى الهدي، الهدي يذبح في مكة، لأن جمع بين عمرة وحج في سفرة واحدة. فأنا أنصحك أخت الفاضلة أن تحج عنها، فإذا خلفت مال فحج عنها من مالها، إذا لم تخلف مال أو أحب أحدكم، أحببت أنت أن تتبرعي لها بالحج فتشكرين على ذلك وتؤجرين وتبعثين من يحج عنها ويعتمر مرة واحدة، فلا تؤجرين الحج، لأن الحج في ذمتها، الحج في ذمتها. أما ما يتعلق بالختمة أخت الفاضلة فأنا أنصحك بالصدقة الجارية، أترك الختمة هذه، الختمة هذه ما عليها دليل، أنصحك بالصدقة الجارية، إما ماء سبيل وإما مثلا حفر بئر وإما مسجد وإما طباعة مصحف أو مصحف تضعينه في المسجد أو شيء من هذا القبيل، كل هذا من الصدقات الجارية. نعم تفضل أحمد من أمريكا. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا سألت في الأسبوع الماضي، أعتقد اسمح لي أسألك نفس السؤال. تفضل يا أخي تفضل. سألتك بخصوص الوضوء الأسبوع الماضي، وطبعا ما أحسنت في السؤال، فعندما قلت لي أنت إنسان الوضوء الدول يطلع عنه بعد الوضوء. نعم صحيح. أنا عندما أكون في البيت الورق متواجد أخذ ورقة معي وأعملها بعد ما أقوم من طريقين ثلاث أو أربع نقاط من البول، فأحيانا أكون بجانب المسجد أو في أماكن لما أتوضأ ما عنديش ورق، ما عنديش حاجة، فإذا طلع شيء من البول هذا يطلع في ثيابي، أو هل أطلع من المسجد ما أصلي جماعة، أو كيف أعمل؟ هذا السؤال الأول. طيب يا أخ أحمد تسمح لي بس، عفوا أخ أحمد، بالنسبة لك أنت معك سلس بول؟ نعم. أنت معك مرض سلس البول؟ لا ما فيش الحمد لله، ما فيش مرض. طيب أعاني يعني كثير. اسمح لي يا أخ أحمد، أنت عندك وسواس أيضا؟ عندك وسواس في الوضوء وفي الاستنجاء؟ الاستنجاء لما استنجي. عندك وسواس دائما تفكر وتشك في هذا، ولا هذا شيء طبيعي؟ لا شيء طبيعي، أجده يعني أمام عيني طبعا أعاني. طيب عطنا السؤال الثاني. السؤال الثاني سألتك عن موضوع زوجتي عشان هذا الشهر شهرية، طبعا هي تبدأ تطلع معها يوم واحد توجد دم، وبعدها كل يوم ما تطلع فيها لا يطلع ما يطلع دم، بس قشرات بسيطة سوداء، قشرات بسيطة سوداء لمدة أسبوعين أو ثلاثة، فتريد أن تصلي ولكن تشك ما تقدر تصلي. طيب ما اقتنعت في جواب المرة الماضية، أنا فصلت في هذا، ما اقتنعت في الجواب يعني ولا ما فهمت الجواب؟ لا أنا فهمت الجواب بس ما قدرت أفصل لك كيف الموضوع، أنها ما تطلعش ما تشوفش دم، يعني تنزل ما يشوف دم ينزل إلا قشرة بسيطة أحيانا يوم يوم يومين قشرة. ها قشرة قلت لي قشرة هي تطلع قشرة صغيرة بس سوداء أو دم ما يطلع دم. طيب هذا اللي عشان أوضح لك. طيب أبشر أخوي أحمد سأفصل لك بإذن الله إن شاء الله. عندك سؤال آخر؟ أي نعم. طيب خلي كمل. نعم تفضل. الهواء اللي يطلع مع الغازات يعني، وعندما أتوضأ يطلع قصدي يعني كثير، هل أرجع أتوضأ والسنجي مرة ثانية، أو كيف غسل يدي والوجه واليدين والأبطال؟
يعني بالنسبة لك يعني؟ أي نعم. طيب أبشر أخوي أحمد أبشر. طيب أخت محمد من عجمان تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. معلش الشيخ يعني بالنسبة لخصوص الصيام الستة من شوال. إيه. بس كنت يعني أول يعني سمعت إنه مثلا لازم أقضي في الأول بعدين أصوم الستة من شوال. بس تاني يعني أثناء الشهر الحين سمعت إنه ممكن الواحد يعني يصوم الست وبعدين يقضي يعني عقب. فالحين أنا صمت يومين أول قبل ما أعرف هذا الموضوع، فالحين صمت 5 يوم يعني الحين آخر يوم، فما أدري يعني هذيك اليومين صمتهم بيكون مثلا يتموا للستة ولا. وأنت الآن تصومين القضاء؟ لا أنا قلت خلاص يوم عرفت إنه ممكن أصوم السدود أول بعدين أقضي يعني عقب قلت خلاص بصوم السدود، لكن الحين صمت يعني 5 يوم ما خلصت القضاء بعد يعني. لا ما أنا ما قلت خلاص يوم القضاء بقضي يعني عقب شوال إن شاء الله. طيب أختم محمد أبشر أنا صمت يعني في الأول قبل ما أعرف إنه ممكن أقضي يعني القضاء يكون عقب شوال صمت يومين. نعم طيب أبشر. الحين صمت 5 يوم فما أدري يعني هذاك اليومين ممكن يكونوا يعني يوم يكونوا 6 يعني ويوم أبشر. واضح السؤال أبشر أجاوبك إن شاء الله. الأخت ميثة من السويد تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. أنا الله رزقني بطفلة عمرها شهرين حاليا وسميتها اسم ملاك، فبعد فترة سمعت بأنه اسم ملاك حرام أو مكروه، فحاب أتأكد منها أنه هذا الاسم أنه حرام أو مكروه علشان ما بدنا أنه حد يحط حرم. طيب أخت ميثة أبشر إذا اسم ملاك حرام أو حلال. أبشر إن شاء الله أبشر. شكرا لك يا سيدي. يا مرحبا. طيب بعد هذا الفاصل القصير إن شاء الله نعود فنكمل الإجابة على أسئلتكم. ونسألك الغنى عن الناس يا غني يا حميد يا غفور يا ودود يا رحيم يا ودود يا كريم يا ودود. نسألك الغنى عن الناس يا غني يا حميد يا غفور يا ودود يا رحيم يا ودود يا كريم يا ودود. حياكم الله من جديد. طيب قبل الإجابة على الأسئلة نأخذ أيضا اتصالين من فرنسا. تفضلي نعيمة من فرنسا. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤالين شيخ. تفضلي أختي تفضلي. ما كنت في العمر 13 أو 14 ولد في المستشفى بس ما كنت بالغة يا شيخ، وكان دخل علي رمضان بس دخل علي رمضان بس اليوم الأول ما فهمت يا شيخ. نعم يعتبر هذا يا شيخ هل أقضيه أم لا هل يقضى؟ طيب أبشر أختي. السؤال الثاني يا شيخ، كمان كنت يعني كان عمري 13 سنة وكنت بالغة وصوم في أيامي يعني الدين. صمت ايش عفوا؟ ايام الدين يا شيخ. صمت يوم الدين. نعم بعد رمضان. بعد رمضان. طيب كان عندي يعني ذهبت عند الدكتور فكشفت عند ظهري يا شيخ، كشفت ظهري يعني للعلاج. نعم هذا مفصل ام لا يا شيخ؟ هل يعتبر رمضان صحيح ام الاعادة؟ طيب أختي نعيمة أبشر. لها مدة طويلة، هل فقط أصوم أم عليها الإخراج؟ أبشر أختي نعيمة أبشر إن شاء الله أجاوب. تفضل يا زهير من فرنسا. زهير تفضل يا زهير من فرنسا. طيب أم محمد من تايلاند. السلام عليكم سيدنا الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله. ألو تفضلي معك تفضلي. اخفض التلفزيون بارك الله فيكم. محمد بسألك عن سؤال. تفضلي. لو سمحت انا عندي اخويا شاب صغير متوفي. اخفض التلفزيون. ولو سمحت يا سيدنا الشيخ بسألك يعني شو امكاني يعني الصداقة اللي ممكن اسوي ليها وعمل يعني صالح ممكن أسوي لي هون توفي. طيب أختي محمد أبشري
وعندي سؤال ثاني الله يخليك. اي نعم تفضلي. انا مثل ما قلت لك ابتليت بوفاة اخويا شاب صغير، وعندي زوجي بعد تعبان بمرض سرطان، واستوى معي مثل وسواس قهري عرفت. نعم. يعني ما نام طول الليل واخاف وجيني وساويس، وما عندي خشوع في الصالة احيانا، وما ادري شو اسوي، يعني شو تنصحني الله يخليك. طيب اختي ابشري ام محمد ابشري. طيب اعطونا نواره اخر اتصال. نواره تفضلي. ايوه السلام عليكم. من ليبيا تفضلي اختي نواره. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. بالله يا شيخ يوم قلت لك سؤال جاوبت عليه لكن انا سمعت الجواب كويس. تفضلي ايش سؤالك عفوا؟ سؤال سالته له قلت لك ان صار شوار بيتنا لكن انا يعني ما قدرتش نلحق على صوت يا اختي نواره. اختي نواره ما اسمع، انا ما فهمت السؤال ابدا، خفف شوي شوي بارك الله فيك. شوي شوي نكمل. تفضل ايش سؤالك؟ هنقدر نكمل ستة شوارف في القعده؟ ايه. وانتم ما صمتي في بعذر يعني؟ لا يعني نقدر مثلا، يعني توصلنا منهم ستة شوارف. ايوه. طيب راحت العم، فهمت يعني سؤال اخت نواره بالجمله. اسمحوا لنا لان الوقت ادركنا. بالنسبه للاخ احمد من امريكا سؤاله عن الوضوء، هو طبعا اعاد السؤال مره ثانيه يقول لانه ما احسن عرض السؤال، ويقول بانه احيانا يكون في البيت وياخذ معه ورق لينظف البول الذي يخرج منه. يا اخي الفاضل سؤالك الطويل هذا اعتقد ان يا اخ احمد عندك وسواس، وان قلت لي ليس عندي وسواس، لا هو عندك وسواس واضح أخي الفاضل. بالنسبة للإنسان الذي يعاني من هذه الأشياء، ما دمت أنه ليس عندك مرض سلس البول فأنت عندك الآن وسواس، وهذا الوسواس حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام، وبين أن هناك شيطانا للوضوء، شيطانا للوضوء يحاول أن يفسد على الإنسان عبادته. المسألة جدا سهلة. أنا أخبرك طبعا أنا دائما أرشد إلى تعلم علم الشرع لأنه سبب من الأسباب التي تقضي على الوساوس. النبي عليه الصلاة والسلام كان ربما استنجى بالماء وربما استجمر بالحجارة، يعني أحيانا إذا دخل دورة المياه ما احتاج إلى الماء. كثير من الصحابة ما كانوا يستعملون الماء وإنما كانوا يستعملون الحجارة، هذا واحد. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا إذا استعملوا الحجارة أو ما في معناها من المناديل الآن التي عندنا، فإن هذا يشير إلى أنه يبقى أحيانا شيء من الخارج. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام بين للمسلم أنه إذا كان يعاني من هذا الشيء إذا أراد أن يقوم رش على فرجه من الماء ثم ذهب وتوضأ وصلى ولا شيء عليه، ولو خرج شيء أو جاءه الشيطان وحاول أنه يوسوس له فإنه ينصرف إلى أن هذا من الماء، إلى أن هذا من الماء. الأمر الآخر يا أخي الفاضل، ما دام عندك هذا الوسواس وأنت في المسجد وحصل عندك شيء من هذا فلا تلتفت إليه ولا ترجع ولا تخرج من المسجد أبدا، فأنك بمثل هذه الصورة تعين الشيطان على نفسك، ومثل هذه الصورة أن توسع دائرة الوسواس بالنسبة لك. حاول أن تقرأ في كتب العلماء بارك الله فيك، حاول أن تبتعد عن استحلاب هذا البول، لأن أحيانا كثرة التفكير يستحلب الإنسان به هذا البول من مكانه ومن محله، ولذلك اصرف نفسك عن هذا بارك الله فيك. الأمر الثاني ما يتعلق بزوجتك، أيضا أعدت السؤال. أخي الفاضل، الدم إذا اتصل به اللون البني أو اللون الأصفر أو الإفرازات ولم ترى الطهر فإنه يبقى من العادة، يعني امرأة مثلا عادتها ستة أيام وما رأت الطهر. الطهر يعرف بشيئين، الأول القصة البيضاء سائل أبيض تعرفه النساء يخرج بعد الدم، الثاني الجفاف أو النقاء التام وهي مدة تقريبا يوم كامل، يوم وليلة 24 أو أكثر ساعة، يعني ما ترى المرأة فيها شيء، هذا يسمى النقاء التام الجفاف. إذا حصل الطهر هذا ونزل الكدرة أو الصفرة أو الإفرازات فهذه ليست بشيء، هذه من الطهارة. أما إذا اتصلت مع الدم فهذه من العادة الشهرية. سؤالك الثالث بالنسبة للهواء أو الريح التي تخرج من الإنسان، إذا كان الإنسان شمها بأنفه وتيقن بأن الريح قد خرجت منه فإنه يعيد الوضوء. أما إذا كانت مجرد قرقرة في البطن ومجرد هواء يتحرك في البطن ولم يخرج منه شيء فلا يجوز له أن يقطع الصلاة ولا يجوز له أن يعيد الوضوء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام شكي إليه الرجل يجد الشيء في بطنه في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يشم ريحا.
فإذا حصل أنه يعني غازات في البطن أو شيء فلا تخرج إلا إذا خرج منك. أما إذا كان عند الإنسان استطلاق عنده مرض ما يتحكم بنفسه فهذا يتوضأ بعد دخول الوقت، ثم إذا خرج منه ولو في الصلاة فإنه لا يخرج لأنه معذور. وهذا الدليل على أن شريعتنا شريعة سمحة وشريعة شريعة يسر، ولله الحمد والمنة. الأخت أم محمد من عجمان تقول بالنسبة لصيام 6 من شوال، تقول إنها كانت يعني تصوم 6 من شوال ثم قيل لها بأن يجب عليك أن تقدم القضاء. الآن أخت الفاضلة نحن على مشارف شهر ذي القعدة، على العموم مستقبلا حاول أن تقدم القضاء أولا، لأن 6 من شوال متعلقة بقضاء برمضان، والقضاء هذا من رمضان. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال والذي عليه قضاء صام بعض رمضان. مستقبلا حاولي أن لا تصومي 6 من شوال إلا بعد القضاء، والصيام 6 من شوال سنة، والقضاء قضاء رمضان واجب. فلا بد أن نعرف هذه الأحكام الشرعية. على العموم أنت هي المسألة خلافية صحيح، لكن كملي بارك الله فيك الصيام 6، ثم بعد ذلك يعني مستقبلا كملي قضاء رمضان من الأيام المتبقية عليك. طيب، الأخت ميثة من السويد تقول بأن رزقت بطفلة وقد سمتها ملاك، وقيل لها بأن اسم ملاك يعني فيه كلام. أخت الفاضل أسأل الله أن يبارك لك في هذه البنية. بالنسبة لاسم ملاك تجنبي اسم ملاك، لأن من العلماء من حرمه منهم من كرهه، على العموم محل شبهة، لأن المشركون قالوا بأن الملائكة بنات الله وملاك مأخوذة من اسم الملائكة، فأنت تجنبي أختي هذا الاسم. والحمد لله الأسماء كثيرة وطيبة، عائشة وفاطمة وزينب وخديجة، ويعني الأسماء الطيبة المعروفة هذه، فتجنبي هذا حتى لا تكون البنت في المستقبل إذا كبرت تكون في يعني في أزمة وفي عقدة، ربما هذا الاسم سبب لها مشكلة، حتى إن بعض الناس قد ينكرون ويقولون إيش الاسم هذا. فالحمد لله ما دامت صغيرة غيريه بارك الله فيك. الأخت نعيمة من فرنسا تقول بأن لما كان عمرها 16 سنة ودخل عليها رمضان في ما صامت اليوم الأول. أخت الفاضلة هذا اليوم ذمتك مشغولة فيه، اقضي هذا اليوم الآن لأنك 16 بالغة، لابد عليك من قضاء هذا اليوم. كذلك تقول بأن لما كان عمرها 17 سنة صامت أيام البيض، أعتقد كانت تقصد 6 من شوال، لأن تقول بعد رمضان مش الأيام البيض، 6 من شوال. تقول ذهبت إلى الدكتور وفحص عليها وكشف عن ظهرها وهي صائمة، ما حكم صيام هذه الأيام؟ أخت الفاضلة صيامك صحيح والحمد لله، وكشف الدكتور عليك مثل هذه الصورة لا يضر الصيام ابتداء، خاصة وأن الصوم هذا يعني صوم نفل، يعني الإنسان لا يجب عليه أن يقضي صوم النفل الذي يعني حصل منه فيما سبق. على العموم صومك صحيح ولا تلتفتين إلى هذا، لكن انتبهي على أن لا تكشفي للدكتور بمثل هذه الطريقة، وإنما تكشفين لطبيبة مثلك. الأخت محمد من تايلاند والأخت نوارة من ليبيا، الوقت البرنامج انتهى الآن، إن شاء الله غدا سأستفتح بالإجابة على أسئلتكم التي وردتني، وأسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد. الشكر لمخرج هذا اللقاء الأستاذ أحمد المطوع، وزميلي في لغة الإشارة الأستاذ صلاح عودة، ولجميع طاقم العمل في هذا البرنامج الذي أسهموا بنقله إليكم، ولكم الشكر والتقدير، وإلى لقاء الغد استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما، نسألك قلبا خاشعا.